المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية واللقاءات ما بين القطاع الأعمال والقطاعات المختلفة داخل قطاع الأعمال، ده جزء من مهمكم الرئيسية، وتفعيل التعاون ما بين الـ سواء داخل القطاع أو مع الجهات الخارجية لزيادة التصدير وتحسين مناخ الأعمال اللي موجود. في النهاردة كان عندكم ندوة كنتوا بتتكلموا على موضوع تم إثارته في الفترة الماضية، وهو استغلال العملات المختلفة اللي هي ايه، خاصة ما بين الدول اللي احنا في تجارة كبيرة ما بيننا وبينهم زي الصين مثلا، وانتوا اتكلمتوا على النهاردة عملة اليوان. كلمنا عن الندوة دي وهدفها وايه اللي بتحاولوا توصلوا له. يمكن الندوة دي كانت فكرة منذ أكتر من 3 سنين، بس كانت فكرة ابتدت بشكل مختلف شوية. لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين اللي تعمل تحت مظلة الجمعية، ومن خلال لقاءات متواصلة مع مكتب التجاري الصيني والسفارة الصينية، كنا بنتكلم في ظل الأزمة الطاحنة اللي مصر بتواجهها في الدولار ونقص العملة والظروف الاقتصادية الصعبة، ايه الاليات الجديده اللي ممكن نفكر فيها، خصوصا مع اسواق في تعاملاتنا معاها بيبقى فيه استهلاك عالي جدا للعمله الصعبه وضغط عالي على الدولار. فكنا فكرنا في فكره ان في حاجه اسمها كارنسي سواب، تبادل عملات، وبدانا نشوف الميكانيزم ده مطبق ازاي وازاي بعض الدول بتطبقه مع بعض، ويمكن الصين عاملاها مع المغرب بشكل او باخر، الصين مطبقه مع بعض الدول في جنوب شرق اسيا. فبدانا نفكر في الفكره دي وازاي نحط اليه ليه، وكلمنا وطرحنا افكار ونشرناها وبعتناها لمتخذ القرار، لحد ما فوجئنا من سنه تقريبا ان البنك المركزي اعلن عن فكره الكارنسي سواب، واتفق مع البنك المركزي الصيني ان يحصل عمليه تبادل للعملات ويتفتح اكاونت حسابات في البنك المركزي بالعمله اليوان، مقابل انه المفروض يكون في البنك المركزي الصيني حساب بالعمله الجنيه. ده خدنا بعد كده لمرحله تانية، ان احنا بدانا نشوف طيب في حاله وجود كرنسي سواب تبادل عملات يحصل ان العمله الصينيه تخش سله العملات الدوليه، وبالتالي اصبحت عمله قابله للتداول دوليا. طيب الصين الثاني قوه اقتصاديه على مستوى العالم، الصين من اكبر الدول تتعامل معها مصر التجاريه، الصين اكثر دوله حاليا بتضخ استثمارات في الخارج، الصين اكبر دوله بتطلع سياح على مستوى العالم، نفسنا ناخد 1% بس من سياحهم. بالظبط حضرتك، احنا يعني النهارده يمكن الكلام الاحصائيات الايات عندك 135 مليون سائح صيني بيطلعوا بره الصين سنويا، معدل انفاقهم 260 مليار دولار. السائح الصيني طبقا لمنظمه السياحه العالميه أكثر السياح إنفاقا على مستوى العالم. صحيح. إحنا إيه الآليات اللي محتاجين نعملها عشان نقدر يكون لينا جزء من هذه السياحة، نشجع المستثمر الصيني إنه يجي، في نفس الوقت نستفيد من البرامج والخطوط الائتمانية المتاحة من الصين للبنوك المصرية. من خلال المناقشات اللي تمت النهاردة سواء مع المصدرين ورجال الأعمال والعاملين في مجال السياحة والاستثمار ورؤية الجانب الصيني في ده، إن التعامل ما بين اليوان والجنيه هيوفر كتير جدا، خاصة في الجزء الخاص بعملات التحويل اللي بتتحسب عشان تعمل تحويل. انت بتحاول بقى من اليوان للدولار ومن الدولار للجنيه والعكس صحيح. بالظبط، فطبعا دي في النهاية بتبقى لها تكلفة عالية. السائح الصيني يفرق معاه جدا ان هو يجي مع الكريدت كارد بتاعه باليوان
انه يتخصم منه مباشره مليون ويبقى ما فيش يعني هتفضل تتعامل لغايه لما توصل لنقطه التلاقي في العجز في الميزان التجاري ما بين الاثنين بالظبط، وبعد كده ترجع للدولار تاني. لا زي ما بنتعامل دلوقتي بالدولار وباليورو مع دول الاتحاد الاوروبي، اليوان يبقى يستمر في التعامل مع الصين، لانه بشكل او باخر هيكون له تاثير ايجابي منتظر على حركه الاستثمارات الصينيه وعلى حركه السياحه الصينيه. يعني عمليه توعيه اكتر ما هي تفعيل حتى الان. عمليه توعيه ومحاوله ابراز لاهميه هذه الآلية عشان نوصل لعملية التفعيل. طيب